لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من كوفنتري رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. أستاذ رامي، نتابع معك آخر التحديثات والأرقام المتعلقة بخسائر الزلزال الذي ضرب الشمال السوري. نعم طبعا، صباح الخير. كخسائر مؤكدة ما وثقه المرصد هو أكثر من 5300، حقيقة الأمر جرى توثيقهم من قبل المرصد، لكن العدد هو مرشح للارتفاع كون أن هناك مفقودين لا نعلم إذا ما كانوا تحت الأنقاض أم فروا من هذه المنطقة ولا يمكن الوصول إليهم نتيجة يعني الأوضاع الكارثية التي حلت في المنطقة، لكن العدد المرشح هو 7000 وقد يصل إلى أكثر من 7000، لكن ما نؤكده الآن بأنه نحو 5300 أو ما يزيد قليلاً، هؤلاء مؤكدين سواء في مناطق النظام أو مناطق المعارضة، والعدد مرشح ليصل إلى أكثر من 7000. الأمم المتحدة تحدثت عن رقم أو لا نعلم أي جهة دولية، لكن الواقع بأنهم قد يكون الرقم الذي تحدث عنه يشمل سوريين جيء بهم بجثامينهم من تركيا، حيث إذا ما قسنا الرقمين نعم يوجد نحو 8500 من السوريين الذين قتلوا في الزلزال حتى اللحظة الموثقين ما بين سوريا وتركيا. طيب، على مستوى المساعدات والإمكانات وتوصيلها نعم. إلى مختلف الأطراف، هل من معلومات؟ نعم بشكل قطعي، نتحدث عن معبر باب السلامة 15 شاحنة من المفترض أن تكون دخلت الآن، يعني انطلقت من كردستان العراق، إقليم كردستان العراق، مقدمة من عدة مؤسسات خيرية. أيضا نحو 52 شاحنة من منطقة منبش ومحيطها، شاحنة صغيرة وشاحنة كبيرة، من المفترض أنها أيضا دخلت مناطق سيطرة ما تعرف بالحكومة المؤقتة في شمال حلب وشمال شرق حلب. أيضا هناك قافلة أخرى تضم عشرات الشاحنات مقدمة أيضا من أبناء محافظات دير الزور الرقة الحسكة في طريقها إلى معبر أم جلود. لا تزال هيئة تحرير الشام تغلق المعبر بينها وبين مناطق النظام منعا لوصول المساعدات الأممية بحسب تصريح الأمم المتحدة ذاتها. أيضا لا يزال عبد الرحمن مصطفى رئيس الحكومة المؤقتة يمنع دخول قافلة الإدارة الذاتية المحملة التي يعني تحتوي صهاريج للوقود من أجل مساعدة الآليات، آليات الإسعاف، آليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض أو الإخراج جثامين من هم تحت الأنقاض أو رفع الأنقاض. وأيضا لا تزال قوات النظام تمنع دخول قافلة شمال شرق سوريا إلى مدينة حلب، أي أن رغم الأزمة الإنسانية الكبيرة لا تزال أطراف الصراع في سوريا تستخدم الملف الإنساني في محاولة تحقيق مكاسب سياسية. رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، كنت معنا من كوفنتري، شكرا لك.